أحسن الله إليكم. هذا مستمع كتب على اسمه أبا عمار، له عدد من الأسئلة. يقول في أولها: نرجو من فضيلتكم التحدث عن فضائل التوحيد مع بيان آثاره وثمراته، وعن بعض أخبار الأنبياء عليهم السلام والصالحين الذين حققوا التوحيد، ما مظاهره في الحياة العامة؟ لأن كثيرا من الناس هداهم الله تعلقوا بالقبور والأضرحة والطواف حولها، مع بيان حكم الشرع في فعلهم هذا. فضائل التوحيد عظيمة جدا، أعظمها أنه يرجع العبد إلى ربه عز وجل الذي خلقه ورزقه وأمده بما يحتاج إليه، فيتعلق قلبه بالله ويعرض عما سواه. ومن فضائل التوحيد أنه يقي من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن فضائل التوحيد أن الله يكفر به الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل التوحيد حصول الأمن، حصول الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا المراد به الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله. فمن سلم من الشرك حصل له الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه أبدا، وإما مطلق الأمن الذي قد يحصل معه شيء من الخوف، ولكن مآله إلى الأمن التام.